ورجعنا لكم تاني ومع حكاية نجاح جديدة ومع منة طلال محمد. هي فاشن ديزاينر رائعة، بتعمل كل حاجة، بتعمل كاجوال وبتعمل سواريه، بتعمل كل حاجة. هي طبعا شكلها صغير قوي، انتوا هتشوفوه دلوقتي. عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه الحاجات الحلوة اللي انت عاملاها دي؟ الحمد لله. لا انت، انا لازم البس من عندك، مش هينفع الكلام ده. بس كده عينيا ليكي طبعا. تسلم ايدك طبعا. قولي لي، انت بادئه بقالك قد ايه؟ ابتديتي ازاي؟ الحكايه جت معاكي ازاي؟ بقالي يعني اقل من سنه كمان، يعني بادئه من قريب جدا، بس يعني ماما كانت تعرف من زمان كمان عن جدتي، فالموضوع كمان وراثي. هي ماما هي اللي بتعمل كل حاجه يا جماعه، ماما هي اللي بتفصل. ماما الاساس طبعا. هي اللي بتعمل كل حاجه، بس منا هي مديره العلاقات العامه في الموضوع. انت بتعملي الديزاين؟ انا بعمل ديزاين وبشوف الحاجه اللي تناسب اي حد، وبتعامل مع التجار، بتعامل انا على السوشيال ميديا كمان. على السوشيال ميديا بقى انا بتعامل مع كل الناس. بس في الاخر، في الاخر يعني احنا بنقول لماما شكرا، يعني لان هي اللي عامله كل الشغل ده واحنا تعبينها معانا اصلا. احنا معانا كمان موديل، يعني ممكن اول موديل تدخل عشان اوريكم بس الشغل عامل ازاي، مستوى الشغل اللي احنا عمالين نتكلم عليه ده ايه. هي تدخل دلوقتي هتشوفوا الشغل بتاعها. الالوان حلوه جدا، حلوه جدا جدا. يعني البنطلون ده اللي هو كان بيتقال عليه زمان تشارلستون، صح؟ ده رجع موضه تاني. رجع موضه اصلا، كل حاجه قديمه بترجع موضه تاني خلاص. بس حلو جدا. يعني دلوقتي بقى اسمه يوجا بانز، غيروه بقى شويه. اسمه ايه؟ يوجا بانز. حلو. طب تمام، اول مره اعرف المعلومه. ده بيليق على كل الاجسام صح ولا لا اجسام معينه؟ بصي انا بفضل ان ده يبقى على الرفيعين، يعني بيبين ان هم جسمهم متناسق، انما اعتقد ان هم فيهم ديفوهات ما بي مش هيبقى حلو قوي. طويله ولا قصيره؟ طويله. يعني القصيره لو لبسته مش هيبقى لطيف عليها؟ يعني مش مستحبة عليها. هو حلو جدا. هي القماشه ايه اصلا؟ يعني القماشه اللي فوق ده ايه؟ ده اسمه سوفت. ده سوفت. ده بيلم الجسم اصلا ولا لا برضو عايز اجسام معينه عشان؟ لا بصي، هو اي جسم، بس يفضل اكتر حاجه فيه البلاوزز، عشان البنطلون هو قماشته خفيفه، فاهمه؟ قماشه البنطلون ده هي اللي تنفع، اللي هي حلو جدا تانية. جدا. ده ممكن مثلا البس عليه ايه؟ شوز تانية تخليه مجنون بقى. ممكن لو مثلا رايحه كليه اي حاجه، كان كوتشي ابيض عادي. عادي. يعني ده يمشي أسود. كليه ويمشي. يمشي طبعا. عيد ميلاد مثلا. ايوه يمشي حاجة اي تمام. حاجه. حلو. تعبناكي. تسلمي. حلو قوي جدا. ده اصلا ايه الموضه في الكاجوال دلوقتي؟ يعني ايه الالوان الموضه اللي طالعه؟ الموضه دلوقتي المستردات اللي ما شفنا دلوقتي، لون الاكوا. اللون الاحمر طبعا ما بيبطلش، لان طبعا احنا اصلا بنحب. والاسود طبعا. الاسود طبعا بيلم الدنيا طبيعي. والابيض طبعا بيبقى حلو جدا، انا يعني اكتر الناس كلها بتحب الابيض تقريبا. معانا كمان موديل تانية، اتفضلي. بصوا يا جماعه، احنا عملنا خطه، احنا ما حبيناش نجيب كل المودلز يبقى جسمهم لطيف كده وطوال وبتاع، لا، قلنا ان معظم البنات اللي بتتفرج علينا اصلا جسمها كيرفي، فطبيعي جدا ان انا اجيب موديل كيرفي وتبقى لابسه لبس وشكله حلو عليها. فعشان كده معانا اصلا الموديل زي القمر، يعني ده مبدئيا، يعني ولابسه فستان حلو جدا وغيرت فكرتي عن الفساتين وغالبا هلبس زيها. الفستان حلو قوي 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 على الحقيقه، حقيقي يعني. ده قماشته ايه؟ ده ليكرا لجن. بيلم الجسم صح؟ يعني يعني هو بياخد شكل الجسم، يعني هو بياخد شكل الجسم. حلو جدا جدا جدا. ده مناسب برضو لاجسام معينه واجسام لا ولا مش فارق؟ هو مستحب للناس اللي بيبقى كيرفي او عندها ديفوهات او كده، لان لو واحده رفيعه ولابسه اسود وساك كده بيرفعها جدا. لا خلاص الرفيعه لا، الحمد لله لقينا حاجه تنفع من الرفيعين. لا احنا بس اللي نلبسه. بس حلو جدا جدا. ده مناسب بقى يعني مثلا ايه مناسبات؟ يعني من اخر النهار بالليل كده، يعني في خروجه، عيد ميلاد، مناسبه كده يعني. حتى لو خروجه مع اصحابي في كافيه مثلا. أيوة او حاجه. بس بس يعني ايه بالليل كده. يعني مش هنروح بالكليه؟ لا خالص، مش هنروح بالكليه. عشان ايه معروفه. ده برضو ينفع يتلبس عليه ايه شوز تاني غير كده ينطقه برضو ويخليه؟ ممكن لو هتلبسه مثلا في فرح ولا حاجه سواري عادي جدا، اكسسوارز الشوز تبقى حمراء او بيج. حمراء حلوه. احمر. والطرحه برضو نفس الحكايه، ممكن تبقى حمراء مثلا. ايوه تبقى احمر عادي او بيج برضو يبقى حلو جدا. ممكن كوتشي ابيض بقى لو نازله مثلا عادي عايز تنزل بيه كده، يبقى سبورت برضو. الكوتشي حلو جدا، حلو جدا جدا جدا. الحمد لله ده يليق على الاجسام الكيرفي طبعا. تعبناكي. اتفضلي. الاكسسوار
انت بتهتمي قوي بحكايه ان الاكسسوار لازم تبقى لايقه مع الطقم، او ممكن اصلا تقولي لها بصي خلي بالك الطقم ده عايز اكسسوار شكله كذا. ايوه طبعا الاكسسوار اصلا بيكمل كل حاجه، يعني الطقم مثلا لو جبتي بلاوز بنطلون لازم هتجيبي له الشوز والشنطه وكل حاجه لازم، والاكسسوارات كل حاجه. في السواري كان طالع موضه كده اسمها الاكستنشن، او لسه موجوده السنه دي الاكستنشن ولا؟ لا لسه موجوده، بس في منها بقى اللي هو نص، يعني هو نص جنب كده جنب كده، اللي هي بتبقى نص طويل. أيوة. والنص التاني ما فيهوش اكستنشن. في نص وفي نص ما فيهوش، وفي نص فيه، وفي نص اقسام بقى فيه كده، وفي حاجه عليك اكستنشن صغير برضو. ده مناسب اكتر لمين يعني؟ الاجسام اللي هي عامله ازاي؟ الاكستنشن للناس اللي عند اللي هي كيرفي، اللي هي عندها مثلا مليانه من تحت شويه، يعني انت داري إذا يعني دلوقتي. احنا يمشي معانا الاكستنشن. انا برضو متخيله ان هو بيدي وسط، يعني لو بنوته ما عندهاش يديها وسط، ده افضل ليها أيوة ولا لو هتضخمه ويتحط فيه طبقات برضو من جوه يديها وسط، بس برضو مستحب لو هي رفيعه وعايزه تعمل حاجه فيها منفوش وكده، ممكن تعمل يعني برانسيس كده تبقى كله منفوش، يبقى شكله شيك جدا. لو بنقول عليه سندريلا ده. ايوه فستان سندريلا ده. معانا موديل تاني كمان، اتفضلي. شيك جدا جدا برضو. القميشة دي مش لطيفة يا جماعة، حرام عليكم، يعني احنا نعمل ايه يعني؟ مش بتلم قوي صح؟ القميشة دي برضو مش بتلم قوي. لا والله لا، دي مناسبة عادي على فكرة. ده لا ده في ناس مناسبة. كتير جدا بيلبسوا يعني كل الأجسام، يعني ده مش على خطوبة حد مش قريب قوي، معتبر يعني ده يعتبر كله واسع، فاهمة؟ حتة واحدة. بس القماشة دي مناسبة للناس المليانة ولا هي لا مناسبة عادي؟ بس هو بصي اللون برضو، ان ما ينفعش واحدة مليانة تلبس لون فاتح في بنطلون. بصي انا عاجبني ان هي بلوزه ما فيهاش اي حاجه خالص، وانت عامله لها شغل من هنا ومن عند الصدر وخلصنا. ايوه قشر السمك اصلا بس كده يعني. طب ما حلو، يعني انا ممكن اجيب لك البلوزه اللي عندي في البيت اللي انا خلاص اوريدي استهلكتها كتير وشكلها بقى عادي، وانت تغيري لي الستايل بتاعها. طبعا جدا. طب ده حلو قوي يا جماعه، يعني بما ان انا مثلا من الناس اللي خلاص هلبس الطقم ويترمي على كده، فدي والله حاجه لطيفه. تعبناكي، تسلمي. طيب في السواري بقى ايه الموضه السنه دي؟ الالوان، الاقمشه؟ القماشه الكافيار، الجليتر اخد وقته بس يعني موجود، بس يعني مش قوي. التل طبعا ما بيبطلش، ولا الجبير بيبطل، الجبير دايما موجود. ايه تاني؟ بس كده. هو الكافيار كمان اكتر حاجه، وقشر السمك برضو لسه ما بطلش. قشر السمك ده بقى لا ده خالص ده دلوقتي زاد، يعني ما كانش موجود قبل كده، يعني السنه اللي فاتت ما كانش موجود، السنه دي بقى موجود فعلا. طب معانا موديل تاني، اتفضلي. فساتين يا جماعه، خلاص انا هلبس فساتين، الموضوع انتهى بالنسبه لي. شيك جدا جدا. بصي هو مشكلتي بس الفساتين ان بيبقى حركتها مقيده شويه. والله على حسب التعود. خلاص في ناس هي بتظبط حركتها عليها على الفستان خلاص. ده القماشه ايه؟ ده قطيفه. قطيفه عليها خالص، شمواه يعني، هي شمواه قطيفه بس ما فيهاش اي حاجه، هي شتوي يعني. ده شتوي؟ حلو جدا. هو بصي هو ميزه كمان الفستين اللي انت عاملاها ان هي يعني مش مبينه حاجه، مش مبينه رجل، فهي ناسبه محجبات. أيوة ومش كده. محجبات تمام يعني، ما فيهوش مشكله. حلو جدا. ده برضو يتلبس عليه ايه شوز تاني يخليه كده مجنون جدا؟ الابيض او اوفايت يبقى تحفه عليه جدا. الابيض او الاوفايت والطرحه نفس الحكايه صح؟ بالظبط، الطرحه والشوز نفس الحكايه. طب ما احنا متفقين ان ده يمشي على الكيرفي. لا يمشي. يمشي على الكيرفي. طيب اوكي احنا تعبناكي، تسلمي. بصوا يا جماعه انا مبسوطه بالكيرفي، يعني بجد احلى حاجه حصلت النهارده ان احنا معانا موديل جسمها عامل كده. احنا كلنا جسمنا كده، احنا عندنا تفاهات كتير بنبقى عايزين أيوة. نداريها. هو انا بقى لو انا دلوقتي شفت حاجه في الحلقه فكلمتك قلت لك انا عايزه الطقم الفلاني ده، بتروحي على طول بعتهولي ولا بيحصل ايه؟ يعني لازم ابعت لك صوره مثلا لشكلي حاجه كده ولا الدنيا بتقصي؟ لا انا بسالها الاول يعني، اذا كنت انت يعني هبعت لك قولي الصوره وجسمك عامل ازاي والديفوهات وكل حاجه، على اساس انا اقول لك اذا كان ده هيبقى مناسب ليكي ولا هيبقى في حاجه احلى عليكي، فاهمه؟ يعني انت ممكن تقولي لها لا مش هيبقى حلو، مش هيبقى مناسب. يعني انا يعني بطريقه فريندلي اللي انا بقول لها نصيحه ليها ان يعني مش هيبقى حلو عليها قوي، وفي حاجات ممكن تبقى احلى عليها. انت ممكن تغيري لي في الموديل عشان يليق على جسمي؟ طبعا. يعني يعني مثلا لو واحده عايزه صك مثلا وهي جسمها مش مناسب خالص ان يبقى صك فيه دفاهات او ما فيهوش خالص، او هي يعني هو الصك ده اصلا بيليق على مين اكتر؟ يعني مين اللي يلبس صك كده؟ بصي انا هقول لك، هو الصك في الغوامق يليق على الناس الكيرفي. طيب انت جميله. ده
حاجات كتير قوي تليق يعني مالكم. طبعا امال في ايه. انا عارفه امال بيقولوا ليه لازم نبقى رفيعين وطوال والكلام الكلام ده. والله ده دلوقتي الكيرفي بقى احلى بكتير. ايوه اهو يعني بيليق علينا حاجات كتير. طب حلو جدا. ايه ده يليق علينا الساك؟ ممكن نلبس ساك عادي جدا، مش لازم اقعد البس حاجات واسعه. ايوه اكيد طبعا. لا في كده وفي كده. وكمان لو في كمان بقى الناس اللي مثلا المليانه وعايزه تلبس حاجه واسعه، في الجيبه اسمها كالوش، دي بتكون واسعه مثلا وتلبس عليها بادي من جوه، تلبس عليها شميز او جاكيت قصير بيبقى شكلها برده منتهى الشياكه. هو اصلا الجيب دلوقتي بقت منتشره، يعني كل بنات متجهه قوي انها تلبس جيب مش بنطلون صح؟ ايوه فعلا هي منتشره جدا. انت شايفاها حاجه لطيفه ننفع نغير فيها؟ يعني بنات كتير ما بتروح لحكايه الجيب دي بتكره نفسها، بتحس ان هي شكلها بقى مش حلو وبقت شبه مش عارفه ايه لا خالص لطيف. بالعكس، ده دلوقتي اصلا يعني اكتر الناس بقى خلاص يستعملوا الجيب ان هي حاجه اساسيه في حياتهم، ان هي شكلها بيبقى شيك جدا وبتليق على كل حاجه غير البنطلون. يعني مثلا في ناس بتحب تلبس البنطلون بس مش عليه حاجه قصيره، فالجيب العكس يعني ممكن تلبسيه عادي وتدخليه جوه التي شيرت او البلاوز فهيبقى شيك جدا. يعني احنا معانا صور على الشاشه، الصور حلوه جدا والديزاينز حلوه جدا 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 يعني، والموديل حلوه. هي الموديل على فكره الموديل جميله جدا وجسمها متناسق جدا مع الموديل. اتفضلي. ده باين كانه جامب سوت اصلا، يعني ده باين كانه سالوبات. فعلا هو شكله شبه رائع. هو البنطلون هاي ويست نفس قماشة الروزالين، وده يوجا بانس برضو ده اللي قلت اليوجا بانس. بس ده على اضيق شوية. لا هو بجد؟ والله بس حلو قوي. هو اصلا الهاي ويست ده برضو مناسب لمين؟ طلع موضة كده يعني، بيداري دفوهات ولا بيبين الدفوهات؟ بصي هو ولا كده ولا كده، هو عادي جدا، هو حلو جدا فاهمه، يناسب كل الناس مش دفوهات او غير دفوهات فاهمه عادي. يعني اللي عندهم بطن تمام يلبسوها. لا عادي طبعا تمام عادي. حلو قوي. البلوزه كمان فظيعه جدا، احنا حاطينها من جوه. دي ما فيهاش اي حاجه خالص بس هو الطقم فظيع. عجباني الشوز الحمراء. خدي اهو. يعني عجبني ان انت رحتي هوبا كده شوز حمراء، يليق عليها طرحه حمراء برضه. طرحه حمراء يليق عليها، ممكن تغير الشوز خالص، ممكن الازرق برضه طلع موته حلوه قوي الازرق على الطقم ده والطرحه زرقاء. حلو جدا جدا جدا. لا عاجبني قوي يعني، وعاجبني ان الهاي ويست هاي ويست قوي يعني. هي ده ليه سوسته وشانكل او زرار او كل حاجه. لا حلو قوي، تسلم ايدك تسلمي. طيب ايه برضو الوان السواريل طالعه دلوقتي؟ اللون الاكوا، اللون الاكوا ده اللي هو لون اخضر بس فاتح شويه. اللون الاحمر طبعا ما بيبطلش انت عارفه. تمام. استني الذهبي. استني عايزه كده الذهبي. ايوه الجولد روز فاهمه. وكنا قلنا الاخضر، قلتي الاخضر دي فاجئتيني بيها. هو مش اخضر، هو لون اكوا كده اللي هو اخضر فاتح اللي هو ما بين البيبي بلو والاخضر. ده طالع موضه. جدا جدا مش متخيله والله. ده حلو جدا يعني، اخت العريزه ممكن تلبس اخضر. معانا الموديل تاني، ده جيب بقى اخيرا. بس جيب حلوه جدا، الستايل بتاعها تحفه قوي، مختلف قوي ده. بصوا لا لازم الكاميرا تجيبه لكم، ما ينفعش انا اوصفه. الجيب حلوه جدا 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 يعني، نص ونص او انت عامله لها ستايل معين. ده الفكره في الديزاين ده، بيداري حاجه معينه ولا برضو لطيف لكل الاوضاع؟ لا بصي هو لكل، هو بس تقريبا مرفوع شويه. بس هي الفكره نفسها تفصيله مختلفه. تفصيله مختلفه جدا، غير يعني غير تقليديه للناس اللي تجيب عادي. لا في اللي هو زي عليها اكستنشن كده من قدام بالظبط كده، بيبقى شكلها برضو لطيف قوي. حلو جدا. هي الحزام مش عارفه، بخاف انا شخصيا ما بحبش البس حزام، يعني بحس ان هو هيتخني هيعملني، بس هو انا شايفاه لطيف لا جدا. لا بصي هو برضو هو الحزام هو كده كده البلاوز واسعه فاهمه، فهو يا دوب بس بيعمل وست. عامل وست ملهاش علاقه باي ديفوهات. ده طبعا الشوز نفس اللون، بس ممكن البس عليها شوز ايه تاني؟ ممكن على فكره ممكن تلبس عليه كوتشي عادي، كوتشي. وممكن كل بقى الالوان اللي كل الالوان دي تتلبس، شوز وطرحه وكل حاجه يعني، تعيشي بقى في البلاوز اللي فيها الوان كتير دي. حلو جدا لون الطرحه وكل حاجه طبعا يعني. تعبناكي. عماله تجري عشان تلحق تلبس. تعبناكي تسلمي بجد، الشغل كله حلو جدا جدا. اخر حاجه، في حد لازم نشكره النهارده؟ ماما. اشكري ماما بقى، انا مش هتكلم. يعني والله يعني هي اغلى حاجه في حياتي، يعني هي من غيرها ما كنتش اقدر اعمل اي حاجه طبعا.
هي اساسي والله. ربنا ربنا يخليكي يخليها لك ليا. يا رب، ربنا يخليها لك. والحلقه الجايه لازم تبقي معانا، يعني احنا المره دي ان شاء سيبناكي الله. بس عشان ظروف البلد، لكن المره الجايه مفيش اي حاجه ولا اي اعذار. اتبسطنا جدا برضو معاكي في الحلقه، في الفقره دي، ولازم يكون في فقرات تانية وحلقات تانية تعلمينا اكتر ازاي نلبس والموضه عامله ازاي. مش هنتاخر عليكم، فاصل صغير وراجعين لكم مع فقره حلوه جدا جدا جدا.